مين اللي بونسوار يا فوكس يا ولاد اللذينة. وحشني جدا يا جنرال. وحشني يا ولاد. حبيبي يا جنرال. عاش من شافكم. كومون باتو يا فوكس. صباب يا ابن الدايخة. دايخة ده انت دوختنا لحد ما عرفنا مكانك. انت كان فين يا فوكس؟ كان انا هنا مكان ما خبطت. خش تعال. لا استنى مفيش وقت. ادخل البس يلا بينا. يلا بينا على فين؟ على العال حبيبك. عارف ان احنا جايين لك؟ قال لك هدوت تعالوا لي على الكباريه اللي هو شغال فيه. موجود هناك هو البوب ونتجمع كلنا زي زمان. والولا البوب كمان؟ ده بوب وخمره ونسوان ومليطه يا فوكس. اخرج من كهفك. والله العظيم لو مليطه يبقى القعده في الكهف احسن. الله يخرب عقلك. اللي ايه اللي بقك ده يا جدعان؟ ده؟ اه يا باين قوي يا ولد. الفوكس اتعلم عليه ولا ايه؟ يا شر ده كان طار قديم وخدته. تعالوا انتوا وحشين. خشوا لغايه ما البس. خشوا خشوا. توحشت الجو يا حاج. وانت كمان. قول لي يا طاهر، كيف بلاد بره؟ يا نهار اسود على بري وبلاد بره. ده ايه اللي بيحصل في بلاد بره ده يا سيدياب؟ ده انت خدعتني وما قلتليش. ده انا هحكي لك بلاوي بس يعني مش قدام الجماعه. اسيبكوا يعني عشان العربيه اللي جابتنا من المطار هتوصلني للبلد. بالسلامه يا طاهر. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. قلت اتجلع نفسي شوي. تجلعي نفسك؟ سيدياب المهم انا عملت كل اللي قلت لي عليه. الفلوس وصلت؟ كل حاجه تمام. تعالي تعالي. ما قلت ايه بقى يا عون باشا؟ ايوه بس مليون ونص دول قليل قوي عشان تبقى معايا شريك في الكباريه. ده يساوي 5 مليون. خلاص يدخل بيهم شريك بنسبه 15% وده عدل ربنا. 15 ده ايه؟ هم 20% يعني 20%. مفيش حد لاقي فلوس اللي من دول والقرش الصياد الشيك العزيز. امري لله. انا لولا زنقتي وسفري للعلاج ما كنتش فوتت ابدا شبري من الكباريه. يعني قول مبروك. بكره تجيب المحامي وتجوني عشان نمضي العقود، وانا هعمل توكيل لابن اختي عشان يبقى معاك كل يوم في تحديد نسبتي. بس انا ليا طلب عندك. امرني. عمال النظافه والجرسونات والجردات وعمال الباركينج اوعى تمشي حد منهم، وخصوصا الواد لعله. حطه في عينيك يا عم. ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق. وبعدين اطلب لنا عشا بقى وانت لسه صاحب محل. يا اولاد الاباء انسى. والله انك وحشه. عامل ايه يا عمو حبيبي؟ يا عريان يا عريان. تعالوا تعالوا منورين الدنيا. خش يا رجاله خش. بعدين خش يا عمو عمو. على جيبات الرجال. والله العظيم ثلاثة ليك وحش عمهم عندي. والله وانت لعل وحشت. وحشني قوي يا بوب. خد يا بوب تعالى. واللي يلاقيها يلاقيها. بوب هو رجالة. ازيك يا بوب؟ عامل ايه يا ولد؟ بوب حبيبي منورني بوب حبيبي. عامل ايه؟ عمو سيجارة عمو. تسلم. انت عارف ماليش فين؟ لا مؤاخذة لعله بشربها ولعة. عينيا. مالكش والله ولا ايه يا معلم؟ عيب عليك. وحشني جدا. وحشت يا حبيبي. كله 100 100؟ الحمد لله يا رب. مالك مكشر لها ليه يا باشا؟ باشا. لا بابا. مكشر لها ليه مالك؟ ما عادش في حاجة تلز يا بابا. ده رأيي يا فوكس. احنا مش اتفقنا خلاص نخرج من الكهف؟ فكها بقى وبطل تشاؤم. تشاؤم؟ التشاؤم ده هو الحقيقه المره اللي كلنا عايشينها. تصدقوا تامنوا بيا، انا النهارده صرفت اخر جنيه من البنك كنت امتلكه ومش عارف هتقضى ازاي لغايه اخر الشهر. ومين سمعك؟ ده انا اخر جنيه شفته كان من زمان قوي. عايش ازاي يا دولار؟ عايز سفلقه ورامي بال على خلق الله. وانت عريان؟ انا مقضيها في هلوة. الناس من النصبايه كده فاست فود حاجه على الماشي يعني. النصبايه فاست فود. الله يجازيك يا شيخ. وانت قاعد يا بابا؟ انا الحمد لله العدل ظبطني معاه هنا ورحمني من شغل الميكروباصات والكارته وال. طب الميكروباصات والكارته كنا عارفين بتعمل ايه، هنا بقى بتعمل ايه؟ زي ما كنت بعمل في سويسرا. دراعه اليمين كان قاطع دراعه اليمين. يا بختك يعني لقيت وظيفه. حر بقى. واللي خلق الخلق ده ظبطكم زي ما ظبطت دلوقتي. عارفين الراجل اللي قاطع هناك ده؟ صاحب المحل بيعزني حبيبي وما يرفضنيش طلب. وعينكم قبل ما يدخل معاه شريك هناك.
هتنور المحل يا حسام باشا لما تشتغل هنا. هنور المحل؟ اه. طب وانا هشتغل ايه هنا يا لعلي؟ الحمد لله على السلامة يا حجي. الله يسلمك. والله اتوحشتك قوي قوي يا حاجة. وانتوا كمان اتوحشتكم قوي قوي قوي. والله وصحتك جات على عمرة يا حكمة، ووشك منور ما شاء الله. دي هنورك يا حبيبتي. دولي هدايا جبتها لكم من الحجاز. الله يخليكي ويبارك فيك يا أم منصور. ودولي عشان جوازكم وولادكم. تسلمي يا حجة حكمة، يا أصيلة يا بنت الكرمة. سمارة دي عشان كتر خيرك يا حجي. ده حكمة ما نسيتش حد واصل. لا الحجة نسيتني يعني. اها ودي تيجي يا نجيبة، ده انت بالذات جبتلك مية زمزم عشان تهدي وتروي. اشمعنى انا اللي جبتلي مية زمزم؟ لا جبتلكم كلكم. الله يبارك لك يا حاجة. المهم قوليلي دعيت لنا ولا لا؟ طبعا دعيت لكم كلكم. ودعيتيلي انا كمان يا حكمة. انت بالذات يا نجيبة دعيت لك من صميم قلبي. ثلاثة عمري راح، ما لقيتوش غير فلوس هاني وتسرقوها، فلوس هاني وتسرقوها. اه يا ولاد الكلب، اه ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. انت يا بنت الكلب. حالا يا سي طاهر الملوخيه بالانارب هتكون جاهزه. وكمان عامله لي ارانب. وديت الفلوس فين يا ولية؟ فلوس ايه يا سي طاهر؟ فلوس ايه يا سي طاهر؟ ده انا هقلع لكم ملطه وانا املكه هنا بالعرض. لا يا اخويا. ايه الفلوس اللي كانت في عشه الارانب راحت فين؟ فلوس ايه وعشه ايه؟ ال 250 الف جنيه. كام؟ 250 الف جنيه؟ ودول جبتهم من ايه؟ انت حقي معايا. اديني اخلص عليكي. انت حقي معايا. خلاص خلاص عرفت عرفت، مفيش غيره. اخوك كامل. كامل؟ ايوه. امال هو جاب التوك توك الجديد منين؟ هو بقاله يومين مروق نفسه. توك توك ومروق نفسه؟ وقعت امك سودة يا كامل انت وضحكتك النتنة دي.